يا مساء الورد، مساء الخير. مش عارفة إذا أنتوا سامعين صوتي، كل اللي عم بحضروني على اللايف اليوم أنا جيت أعصر زيتوناتي، فقلت لازم أطلع معاكم بهذا اللايف لحتى أحكي لكم كيف تعرفوا الزيت الزيتون الأصلي عن زيت الزيتون المغشوش. من زمان ما طلعت أنا وياكم لايف، بدي إياكم تكونوا كتير كتار وراح أربحكم معاي جوائز اليوم من زيت الزيتون. فبالبداية أنا اليوم إجيت على المعصرة عشان أعصر زيتون، جبت اليوم زيتونات فرح أجيكم كيف رح يكونوا زيتاتي بالآخر، وإجيت كالعادة على معاصر أبو عذية لحتى نعصر الزيتونات وأرجيكم أخليه يشرح لكم شو الفرق بين زيت الزيتون الأصلي وبين المغشوش. أول إشي معي السيد هيو، أكيد متذكرين أنا من 3 سنين بأخذ زيتاتي إلا من هون، بس كل سنة كنت أجي أشتريهم. السنة من نعصر الزيتونات. يا هلا. شو الأخبار؟ أولا نقول أهلا وسهلا فيك يا المزارعة الجديدة لعصر الزيتون، وإحنا بنرحب بالمزارعين نقول لهم تفضلوا اعصروا الزيتون ولقوا الزيتون، وأهلا وسهلا بكم بمعاصر أبو عدية، ونحن نعصر لآخر قطرة بإذن الله نكمل تسويق الزيت للحملة الدعائية القوية اللي نازلين فيها من أجل مجرد خاطر المزارع، ويجي المواطن والمستهلك يشتري الزيت من الفراد حتى يكون مطمئن. بنقول له لا تنام. بس رح تخبرني شو الطريقة الصح هلا عشان يعرفوا المغشوش من زيت الزيتون الأصلي. بنقول لهم كمان إنه تيجي تشتري الزيت من الفرازة علشان لا تنام ليل بور ولا تحلم أحلام مزعجة. يعني الآن أنا بطمن الناس بفضل الله تعالى إنه الأجهزة الأمنية قائمة والغذاء والدواء قائمة على دورها، ولكن الأنفس المريضة موجودة. صح. عشان نقطع الخط عليهم نيجي على المعصرة نشتري الزيت من الفرازة، نجبر خاطر المزارع اللي صار السنة بحرث بقنه. طيب أنت راح تورجيني كيف راح يطلعوا زيتاتي. نعم. وأنهم بيقدروا يشتروا الزيت من هون، وراح نورجيكم كمان كيف تفرقوا الزيت الصح الأصلي كونه هلأ ببداية موسمه، وكمان السيد مفيد راح يعطيكم سعر لإلكم خاص. إحنا بنعرف إنه هو سعره تقريبا 100 دينار، بس اليوم راح أجيب لكم سعر تاني. تمام. بس هي ما شاء الله بيحملوا بالزيتونات، شوف ما شاء الله بركة الزيتون. فاعملوا لي شير كومنتس لهذا الفيديو، شكرا. اعملوا لي شير وكومنتس لهذا الفيديو كمان عشان تربحوا معي. خليني بس اورجيكم الزيتونات اللي حطيتهم عشان اروح اورجيكم كيف راح يصيروا زي زيت زيتون. خليني اطلع انا برا عشان اعرف اشرح لكم شوي انا ايش اليوم عم بعمل.
أول إشي أنا صلي 3 سنين باخد زيتي من هون من معاصر أبو علي. فالسنة إحنا عنا زيتون جبنا نعصره، عنا 7 شوالات قديش بعملولي زيت حسب البركة، هلأ بنشوف قديم. فأنا قلت لازم تكونوا معاي بهذا اللايف لحتى تشوفوا تفاصيل الزيتون كيف بنعصر، وعشان أحكي لكم كيف تفرقوا تاخدوا زيت زيتون أصلي مش مخشوش. فأجيت على المعصرة، قلت كوني أجيت على المعصرة راح أورجيكم وأحكي لكم كل التفاصيل اللي هون تقدروا تاخدوا منها زيت زيتون أصلي. فبدياكم تعملوا شير لللايف وكومنتس كمان لحتى أشرح لكم أكثر مع الزيت. خليني أطلع بعد شوي عن الصوت عشان تقدروا تسمعوني، وأرجع أحكي لكل الناس اللي انضموا لي على اللايف. اليوم إحنا موجودين بمعاصر أبو عدية، جيت لحتى أعصر زيت الزيتون. تمام، بدي أعصر زيت الزيتون لحتى، أو الزيتون لحتى لأنه الصوت كتير عالي، بدي أعصر الزيتون لحتى أشوف الزيت. فقلت أجي أورجيكم كيف رح يكون الزيت. هلأ رح أجيب لكم، هلأ هون الصوت صار أوضح. فعبل ما يجيبوا لي الزيت ونعبيه أنا وياكم في مرتبنات وأشرح لكم، أو رح أخلي المهندس مفيد أبو عدي يشرح لكم كيف تعرفوا الزيت الأصلي عن الزيت المخشوش وتيجوا تاخدوه من هون، إضافة أنه أنتم بتاخدوه من المزارعين اللي بيعصروه قدامكم وبتاخدوه أصلي من غير ما يكون مخشوش نهائيا. هلأ برجع مرة تانية بلف بالمعصرة تحت، بس لأن الصوت كتير كتير عالي ما قدرت أضل موجودة تحت. بس هلأ خليني نروح نعبي هاي زيت، خليني أنزل، خليهم يجيبوا لي زيت زيت، يلا خليهم يجيبوا لي زيت عشان نعبيه في المرتبان وبلش أشرح لكم كيف رح يكون. يلا نعبيها تحت من الفراز، من الفراز بس عشان الصوت عالي، صوت الفراز والماكينات ما شاء الله. طبعا كل اللي أنتم عم تشوفوهم هدول مزارعين بيجوا بعصروا زيتوناتهم هون، فأنتوا بتاخدوه من المزارعين مباشرة. هطلعوا نشوفوا ما شاء الله، طلعوا شوفوا مثلا هذا، شايفين؟ هدي أعبي هاي، هدول زيتوناتي. صحتين وعافية. كيف؟ يلا كل عم ينضموا لنا على اللايف يا سيد مفيد، عندهم كثير اسئله عن الزيت وسعر الزيت وزي رح اربحهم اليوم من هذا الزيت. هلا ارجع اعيد لكم من جديد. هلا انا اليوم اجيت على معصر ابو عذيه، عندي زيتون بدي اعصره تمام عشان اخذ زيتاتي الفريش. فاكثر سؤال بيجيني دائما من الناس بيحكوا لي كيف نعرف اذا الزيت صح إذا مخشوش، إيش الفرق بين ألوان زيت الزيتون؟ شوفوا ما شاء الله، شوفوا لونه. سميناه ذهب الأردن يا سيدتي. طبعاً لأنه بسم الله ما شاء الله طلعوا. فيلا شير وكومنتس ولايك للفيديو. بدكش تربحهم إشي؟ لقدام الأسبوع الجاي في عنا مجموعة أسئلة وراح يكون عشان نجاوبوا عليهم. عشان نجاوبوا عليهم. طيب هلأ إحنا بس نرجيهم الزيت. عندك معلقة؟ نعم. عليكم السلام. تعال تعال عم يسمعوك على اللايف، جيبوا لنا معلقة، جيبوا لنا معلقة عشان نشرح لهم. ما شاء الله سخن لأنه هلأ طالع من الفرازة، بس هذا زيت زيتون معصور هلأ اليوم. شوفوا ما شاء الله، هلأ بنحكي لكم هذا، هلأ 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 أخذته من على الفرازة، رح أحكي له أخليه يشرح لكم كل الأسئلة اللي بدكم إياها عن الزيتون. فأنتوا بعتوا لي كل أسئلتكم لحتى نسألها للأستاذ مفيد. خلينا بس أورجيكم الزيت، سخن الزيت. طلع شوفوا ما شاء الله، هاتوا عطونا صحن عشان نبلش نشرح لهم كيف الزيت بيكون هالقد اصلي او بيكون مخشوش. عم بيسالوني عن السعر استاذ مفيد.
لغاية الآن 90 دينار التنكة 16 كيلو صافي، وبياخدوها من المزارع من الفرازة. هلا بتشرح لنا عن الفرازة وكمان بتشرح لنا عن المعاصر، بس أغلب السيدات بخافوا كتير من موضوع إنه يكون الزيت مخشوش. نعم. فأنت بدك تحكي لنا كيف نضمن إنه ما يكون مخشوش. نعم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا والله بدنا خبز وبدنا زعتر. والله شوفوا ما شاء الله. طب أنا عندي سؤال، طبعا سعر التنكة كله عم يسألوني عن سعر التنكة، تقريبا سعرها 90 دينار تاخدوها من على الفراز زي ما أنا هلأ أخدت، وغير هيك صح سيد مهندس مفيد؟ نعم. طبعا وغير هيك هذا الزيت أصلي. هلأ جبت زيتوناتي وعصرتهم، يعني سواء كان عندكم زيتون بدكم تعصروه أو بدكم تيجوا تاخدوا زيت الزيتون الموني للسنة تقدروا تاخدوه من هون. طيب مهندس مفيد، أنا عندي أكتر من سؤال الصراحة، بدي أستفيد من خبرتك. طبعا أنت عندك خبرة كتير طويلة في مجال زيت الزيتون، يعني فقط 40 سنة فقط، تخيل عنده خبرة من كل دول العالم، وأنت عندك اليوم معاصر أبو عدية، فأنا بدي أستفيد من وجودي هون عشان عم باخد الزيتات محلا طلعوا الزيت مشاهي عن جد والله. فبدي إياك تحكي لنا أول إشي كيف يعرفوا الناس إذا الزيت هذا مخشوش أو لا، أهم سؤال عن كل السيدات. هذا السؤال يمكن سأل 100,000 مرة في خلال السنوات السابقة. الآن الغشاشين بيقدروا يغشوا بطرق لا ما بتكتشف إلا في المختبرات. علشان هيك احنا بنقول للناس يا عمي غذاؤكم دواؤكم، فاتقوا الله بأبنائكم، تعال على المعصرة واشتري زيت من الفرازة مباشرة، لا تنام بين القبور ولا تحلم أحلام مزعجة. اثنين تقطع خط على مرضى الأنفس. ثلاثة بيشتغل المزارع، بتعطي المزارع وتجبر خاطره طيلة السنة بيشتغل وبحرث عشان يسوي لك تنكة الزيت اللي تعتبر صيدلية غذائية. صح. هلأ في سؤال من علي، أنا بدي أخذ كل أسئلتكم. نعم. عن زيت الزيتون. أول شيء قبل ما نحكي بأي شيء عن زيت الزيتون ترجع تشرح لنا عنه، لأنه أنا بدي أحكي لك إشياء سمعتها. نعم. سعر التنكة هلأ قديه؟ لأنه هذا أكتر سؤال عم بتكرر. 90 دينار التنكة 16 كيلو صافي لغاية الآن، لأنه بداية موسم. وين موقعكم بالضبط للناس اللي تيجي وخصوصاً بكرة الجمعة؟ احنا في ماحص، اذا بتحطها على جوجل معاصر ابو عدية عين ذالياها على جوجل بيجيبك عندي لباب المعصرة. عندنا اطلالة جميلة تطل على محافظة البلقاء على السلط وتطل على القدس، فاحنا من منطقة ماحص ديانة البلقاء، ومن البلقاء الابية المطلة على القدس العربية. وانت شفتي موقعنا بجنة ما شاء الله، الموقع عبارة عن مستشفى. شوفوا ما شاء الله الزيت، شوفوا شوفوا هذا هلا 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 أخذته بسم الله ما شاء الله، شايفين هلا حتى قلت لهم جيبوا لي خبزة وزعتر، هذا هلا عبيته من زيتوناتي لنعصره هلا. يا جيبوا لنا خبز وزعتر عادي، كله على اللايف خبز وزعتر. أنا حدا بحب أكون بسيطة من الآخر، بساطة ما أحسن من بساطة. طيب هلا أنا سمعت أكثر من طريقة، في ناس بيعملوها، في ناس بقول لك بخلطوا أنواع الزيت مع بعض، في ناس بحطوا صبغة. نعم. في ناس بقول لك بحطوا حتى طعم الشعطة اللي. نعم. إحنا متعودين عليها بحطوا نكهة. نعم. فإحنا بس عشان نخلص من هذا الموضوع قلت لي إنه صعب جدا. نعم. يدركوا يكتشفوا إلا بالمختبر، إلا في المختبر إنه زيت زيتون مخشوش، إنه مخشوش لأنه طرق الغش صارت حديثة. علشان هيك إحنا بالحملات الإعلامية اللي مشينا فيها والإعلانية واللي كان لك دور عظيم فيها والترويجية، ونشكرك وبوجه الشكر جزيل إليك لمواقفك الطيبة، لها إن نوصل الرسالة الطيبة للناس حتى نكون بريئين أمام الله، إنه غذاءكم دواءكم اتقوا الله بأولادكم. خلال الفترة هاي استطعنا بفضل الله بالتعاون مع أجهزة الأمن العام، مع الغذاء والدواء. مع وزارة الصحة، مع وزارة الزراعة، إلى تخفيض نسبة الغشاشين من 20% إلى 3-4%، وهذا إنجاز عظيم. خلينا نظلنا مستمرين، ما نشتري الزيت اللي بنباع من الغشاشين بيقول له 50 دينار تنكة ومعها سطل زيتون. تكلفة تنكة الزيتون السنة، تنكة الزيت 62 دينار التكلفة، تكلفة على المزارع. طيب المزارع لسه كمان ما بده يحط عليها أجور نقل، وبده يحط عليها كمان يعني يا دوب ربحان 10 دنانير المزارع. يا عين طلع جابوا لي خبز، طلع كمال خبز طابون، هاد طابون طلع. طب بدي اقول لك شغله كمان، سؤال عم بيسالوك اياه، الزيت في ايام بيكون اخضر غامق زي اللي عم باكله هلا. نعم. اللون تبعه بجنن، في. نعم. بيكون عصفار، بيكون لونه فاتح. نعم. له دخل بنوع
الزيت كويس او مش كويس؟ لا، اول شيء ما له كمان دخل في القيمه الغذائيه، القيمه الغذائيه على الجهتين نفس الشيء، الان بيطلع بهذا المستوى لانه بدايه الموسم، بيضله يعطي هيك لغايه 15-11، بعدين بصير يخف شوي شوي لانه الزيتون بيكون استوى وارتوى ماء. حلو. فاللي بيحب هذا النوعيه وهذا الطعم يتحرك الان على معاصر ابو عاديه يجي ياخذ من الفراز. مش الطعم انا والله صح، اكلت زعتر وطلعوا ما شاء الله لونه، طلعوا الزيتات. هلا برجع بحط لكم رقمه، الف عافيه، رقمها للمعصره، تيجوا تاخذوا زيتاتكم، واذا عندكم زيتون تيجوا تعصروه هون. كمان مره اللي عم يسالون هو السؤال اللي عم بتكرر، سعر التنكه 90 دينار 16 كيلو صافي، حددت وزارة الزراعة باتفاق مع النقابة انه سعر الزيت السنة راح يكون من 85 الى 95، فالمزارعين اخذوا المتوسط وصار 90 لغاية الان، اما لقدام ممكن ينزل وممكن يزيد حسب العرض والطلب، ما زال الطلب على الزيت قوي والعرض اقل من الطلب، علشان هيك السعر الزيت مرتفع شوية وهو سعر مقبول للكل، يعني 90 دينار يعني انت بتحكي على 5 دنانير الكيلو، 5 دنانير و10 قروش ولا شيء، يعني واحد بيروح يشتري كيلو لحمه ب 10 دنانير وكل طقه واحده، انت بتشتري 2 كيلو زيت بيقعدوا معك اسبوع و10 ايام. صح. نعم. طب احسن وقت ليشتروا الزيتون، الزيت الزيتون امتى؟ الان يبلش يتحرك هلا يشتروا الزيت بس اللي بحب هذا الطعم، في شعطه يعني ما شاء الله نعم. بتحس فيها بالحلق. نعم، هاي بيكون لانه ببدايه موسمه لها دخل الموسم. نعم، راح يضلوا هيك لغايه 15-11، بعدها راح يصير يخف لنهايه الموسم. بعد 15-11 اصلا بتغير لونه، بتغير لونه بخف الشعطه بتروح، لانه بصير حبه الزيتون تعبت مي. نعم، فلازم ياخذوه هلا الان اللي بيحب هذا الطعم بيجي يوم. طب كنت بتذكر زمان انه انت كنت تبيع اكثر من حجم للتنكه؟ نعم، عندي عبوه 2 كيلو 4 كيلو 6 8 كيلو 16 كيلو وراح يدخل عندنا عبوه اللتر كمان، فيعني بتقدروا تاخذوا الكميه اللي انتم بدكم اياها. موقع المعصره كمان عم بيسالوني، يا معاصر ابو عاديه في ماحص خلف المدينه الطبيه ب 4 كيلو في منطقه على حدود بدر، يحطوا على جوجل معاصر ابو عاديه بتجيبك عندنا لباب المعصره، بعدين انت مجرد ما حطيت على جوجل اجمل زيت زيتون او افضل زيت زيتون راح يطلع لك معاصر ابو عاديه كليك بتيجي لعنا مليون بالمية. نعم، للناس اللي عم هيك بنضموا لي باللايف، بس ارجع انا حابه كثير اورجيكم. نعم، الزيت ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا انا عبيت الدنيا زيت بس شوفوا ما احلى الخير بوجهك يا احنا. هذا على فكره لايف كثير 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 سريع، انا بس كنت بدي اورجيكم الزيت واحكي لكم عنه تمام، وورجيكم اللي زيتونات اللي عصرتهم، بس لقدام شو رح اصور لكم تفاصيل تانية حلوة. فكل اللي عم بيحضروا هذا اللايف يشيروه عشان الكل يستفيد من زيت الزيتون الاصلي، تيجوا تاخدوه من المعصرة من هون مباشرة من المزارعين لحتى تاخدوا زيت لكل السنة، عاملين لكم اياه بتسعين دينار، طبعا هو بالسوق اغلى، هو بمية دينار، هن عاملينه بتسعين دينار، صح يا مهندس؟ نعم، بالتعاون مع المزارعين يقولون يا أخي لا يموت الذيب ولا تبنى الغنمات، يعني أنت تستفيد والمستهلك كمان يستفيد. بعدين والله قبل كم يوم عبيت سيارتي بنزين إنها كانت بخمسة وتسعين دينار، طب وراحت بأسبوع البنزينات اللي فيها. صح. طب أنت اشتري تانك زيت ظل عندك سنة، الزيت صيدلية غذائية مهما دفعت من الثمن لا تسأل عن الثمن، لما المواطن أو المستهلك يبلش يصير يدور على زيت رخيص بيفتح شهية الغشاشي، يا اخي تعال اشتري زيت، عملت لك عبوات، مش قادر تشتري تنكه، عندي نص تنكه، مش قادر ربع تنكه، مش قادر 2 كيلو، ولا تشتري زيت مسرطن من الغشاشين او عديمي مرضى الانفس. صح. خلينا نحافظ على الثروه الوطنيه والقوميه، بعدين يا اخي اجعلها سياحه، جيب مرتك وعيالك واولادك على المعصره واشتري الزيت، خلي يصير فيه عشق، زرعوا فاكلنا ونزرعوا فياكلون، خليهم متوارث وظلها ماشيه الامور. ليش احنا نرجع خمس دنانير تخليك تحول من زيت هو غذاء الى زيت هو مسرطن وسلامتك. طب في ناس عم بيسالوني الشعطه غير المرار، في انواع زيت زيتون بيكون فيها مرار عادي؟ لا، المرار الزائد فيها بيكون تحللت بذره الزيتون وهذا كان معصور على درجه حراره عاليه. هلا انا شفت عندك ماكينات اسم الله جديده. نعم، حديثه حدثنا الحمد لله، غير ماكينات السنه الماضيه، فاللي بيجي فاللي بيجيب زيتونات وبياخد نسبة عالية من الزيت. نعم. صح، لأنه الماكينات حديثة. صح، احنا بنعصر لآخر قطرة
واحنا بنتنافس على جودة الزيت وعلى اعلى نسبة في المملكة. زائد ابشر المزارع اللي بيجي يعصر انه زيته مبيوع من الفرازة للحملات الدعائية والاعلامية اللي بتقوم فيها معاصر ابو علي بقيادة الشيف امتياز. تسلم. طب احنا للناس بس اللي انضموا، احنا قلنا لكم هذا لايف سريع كتير، بس هصور لكم فيديو لطيف عن زيتوناتي كيف عملتهم وانزلكم اياهم، بس بدي ارجع ورجيكم المعصرة. يلا تعالي نزل وياك على المعصرة مرة تانية واختم من هناك وارجع احكي لكم انه لانه هذا فيديو كتير سريع. احكي لهم قصة المزارع اللي دعالك يا امتياز. احكي لهم قصة قول لهم اياها لازم يعرفوها. والله خلي الكاميرا علي. يلا يلا. والله يا اخوان انه اجت الشيف امتياز السنة الماضية بتعمل تصوير، والمرة الثانية لما اجت على التصوير اجى واحد من المزارعين وتعالها. الله يستر عليك يا امتياز، يسر امرك وخلي لك اولادك، لما جبرت خاطرنا ومشينا زيتات المزارعين. تسلم. أتمني اني اوصل الدعوه للشيف امتياز. تسلم ان شاء الله يا ربي كل المزارعين، انا بحب كثير ادعم المزارعين الصراحه. على السريع انا هذا بس عشان اورجيكم الزيت اللي بيطلع من الفرازه. ايش بتقولهم للناس اللي بيحضرونا عن الزيت الموجود بمعاصر ابو عذية؟ الزيت الموجود بمعاصر ابو عذية ايش بيميزه؟ بيميزه اول شيء احنا منطقه جبليه من جبال البلقاء، الزيتون الجبلي يكون نسبه التمثيل الكلوروفيل عالي، تكون بعد واعلى جوده زيت على مستوى المملكه بتحدي. بقول لك مثل زيت البلقاء ما بتلقى. طيب هلا بيسالوك في توصيل لبرا الاردن؟ في توصيل لكل دول العالم. بس راح احط لكم رقم وحطيت لكم انا منشنت لكم اسم الصفحه. عم يسالوك كمان بيقدروا ياخذوا اونلاين؟ في اونلاين، في عندنا ويب سايت بتقدروا تشتروا عن طريق الفيسبوك. طيب حلو، خليني بس اورجيكم زيتاتي قد ايه تنكي طلعوا. يلا خليني بدي اشوف قد ايه تنكي طلعوا زيتاتي اليوم، متحمسه الصراحه. وانتم موزعيتن يوسف ومحمد موزعيتن. ارجيكم هنا ما شاء الله. عليك اشوفكم انتم متعبين. خلص هيك خلصنا جولة، بعملكم فيديو سريع عشان تشوفوا كل الزيتات. أخذ من هناك.